يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نأخذ الفتاوى الفقهية من بعض الأشاعرة الذين ينسبون التفويض إلى السلف ويرون أن العقيدة الصحيحة هي عقيدة الأشاعرة، وأنه يرى جواز التقارب مع الرافضة، فهل يؤخذ عنه الفتاوى الفقهية؟ لا، مثل هذا ضال مضل، اللي يدعو إلى التقارب مع أهل الضلال ويدعو إلى وعقيدة تأويل الصفات، هذا لا يؤخذ عنه العلم، لا يؤخذ عنه العلم ولا يسأل في الفتوى ما دام فيه من العلماء المحققين والعلماء الذين على منهج السلف، يذهب إليهم ويستفتون. نعم.